بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أكسب 2000 دولار في شهرين؟ هنا ومن خلال السكايبي تستطيع التواصل معي في تيم اوف سايت، وسيكون هناك ورشة عمل تشارك فيها 4 أيام في الأسبوع، سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، ومن خلال السكايبي يتم تسجيلك في الوركشوب في تيم اوف سايت. أنا الذي سأكسب في مشروعي بإذن الله، وستتعلم كيف تكسب مثلي. طبعا مشروعي مشروع إنتاج كتاب اسمه آيديا من ايديا، ونلاحظ في هذا الفيديو يعتبر الانطلاقة للمشروع، وسوف اتحمل تكلفة كتابة الكتاب، سوف يصدر كل شهرين نسخة من الكتاب. سوف أطبع 3000 نسخة ومعها بالمجان حلقات الوركشوب مسجلة، والتي أستعرض فيها الكتاب، محاضرات، لفهم الكتاب. طبعا المستهدفين المهندسين أيضا كل من لديه مشروع، حتى لو كان في المرحلة الثانوية، حتى يتعلم كيف يصدر كتاب ويطبع منه 3000 نسخة. طبعا النسخة الكتاب حيكون بالإنجليزي، فالفرق في السعر أو هامش الربح هيكون دولار، وهنا هامش الربح هنا يكون للمؤلف. طبعا ايديك هي كيف ايديا من الفكرة، ايديا كيف الفكرة هذه تصير في الكتاب. طبعا الآي هي الفكرة، innovation، والدي هي البدء، القرار، decision، أن هذه الفكرة سوف تكون في كتاب،
اي انوفيشن يعني ابتكار. فكيف يكون في كتاب؟ فالاي دي هي طبعا انوفيشن هي انتلكشوال يعني فكرة. والدي ديسيجن لما تاخذ الدي تبدا في الدي القرار صار انتلكشوال بروبرتي ملكية فكرية طبعا تكون مدتها 50 سنة في الكتاب. طبعا لو استطعت إذا انتهت 3000 نسخة تنتج نسخة ثانية لأن الكتاب سيباع. فترويج الكتاب هو عن طريق المؤلف بنفس الطريقة بالوركشوب أو ورشة العمل. فكل من يدخل في هذه المجموعة الأوفسيت سيتعلم كيف ينتج الكتاب ويروج الكتابه. فلو كان الكتاب بدولارين فدولار هو تكلفة ولو كان ب$4 برضو دولار هو التكلفة. فيصير هامش الربح $3. I will be in the Twitter hashtag IDEAC وفي اليوتيوب أيضا على هذا الفيديو كيف تكسب $2000 في شهرين. How you win $2000 in 2 months. Thank you.